محروس نموذج احنا ناخده وهو اللي يعيننا على التعامل مع مشاكلنا. هتشوفوا ازاي. اسمي احمد محروس عبد الغفار، طالب بكليه اصول الدين والدعوه بالقاهره جامعه الازهر. احمد الحمد لله من ساعه ما اكتشفت ان هو كفيف وكده الحمد لله ما قصرش معاه لحد اخر يوم في عمري. طبعا مش هعاني منه ولا بتعب من شيله ولا اي حاجه. يعني انا عندي 3 ولاد غيره، بس والله يعني من غير اي حاجه، هو في كفه وهم التانيين في كفه تانيه خالص. الاسره طبعا كانت داعمه ليا منذ البدايه، منذ الولاده. الاسره عندي لم تتاخر لحظه واحده، ما كانش فيه اي نوع من انواع الرفض اطلاقا. كانوا دايما داعمين ليا سواء في الرحله العلاجيه، سواء في الرحله التعليميه، كل حاجه هم معايا. احمد طبعا عنده اعاقه حركيه، عنده عظم زجاجي. العظم بتاعه طبعا اثبت دكتور العظام استاذ العظام قال لك احمد ده ممكن ينكسر او بدون ما يقع في الارض او يزحلق او اي حاجه. يعني طبعا والدي معايا منذ البدايه، اي مشوار بروحه بسبب العظم الزجاجي ان انا ما بتحركش كتير، اي مشوار رايحه طبعا بيشيلني فيه لان انا اعتبر بمشي مسافات بسيطه جدا، ممكن 20 متر بالكتير. بحس ان انا زرعت وبحصد بقى الزرعه اللي انا زرعته وهو صغير، وفضلت اكبر واقول له اتحمل وكمل، وربنا بقى الوقت سبحان الله بحصد الزرعه اللي انا زرعتها انا ووالده. طبعا والدتي طبعا في البيت هي كانت ولا تزال الداعم والسند والمؤيد، دايما تديني الارشاد ان انا اكمل وما توقفش في طريقك. احمد عمري ما عانيت معاه، عمري ما حسسني ان هو ناقص عن اخواته في اي حاجه، بالعكس. بدات حفظ القران الكريم مع الشيخ شويمي عبد الحي شويمي، وده بدا معايا الحفظ، والحمد لله خلال سنه ونص انهيت حفظ كتاب الله، وحصلت فيه على اجازه حفص عن عاصم في اقراء القران الكريم وترتيله، ودخلت مسابقات عديده وحصلت فيها والله الحمد كلها على المركز الاول. المميز ان هو يعني نبيه والذاكره بتاعته كويسه وبيستجيب بسرعه. يعني هو انا كنت بسجله على التليفون بصوتي بالإتقان، يعني بالتجويد بكله بالأحكام يعني، وهو أقول له زي ما تسمعها تيجي تسمعها، فكان زي ما بيسمع كان يجي يسمع بالظبط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. احنا وصينا بالصبر ونبقى عندنا إيمان ونخلي إيماننا بربنا كبير. على فكرة أنا بتعلم من أحمد حاجة كتير أوي. طبعا أحلامي في الحياة أن أنا أكمل علم وأن أنا أكمل المسيرة التعليمية، لأن أنا لازلت أشعر أن أنا لسه في بداية الطريق ولم أصل للنهاية. أحلامي أن أنا وطموحاتي أن أنا أكمل ماجستير ودكتوراه وأصل لأعلى المراتب العلمية. يعني أتمنى دايما أقول يا رب زدني علماً.